السلام عليكم، انا كريمه من قصر الكبير، عندي 17 سنه. انا كنعاني من مرض السرطان اللي منتشر لي في الوجه ديالي، انت ممكن تشوفه ومغلب لي عيني بزاف، وانا كنطلب منكم تعاونوني المسنين. انا دابا كيعالجوني قرب الدول، لكني انا حالتي صعيبه بزاف وخصني العمليه ضروري العمليه، وخا الدواء دوا ما تيدير حتى حاجه، ما تاثر عليا بزاف، ما تي يعاونيش الدواء، تشوف عيني عام تزاد تمرض وعام تزاد تنفخ. انا بغيت لك انت عملي يعاونوني فيها المحسنين. انا دابا متزوجه وهذا غير عند الوالده ديالي اللي كتشوف حاجه حتى هي معداش على قد الحال. الفلوس كامل داونا التحاليل، كل تحليله ب 18 100، كل تحليله الملايين مشاو لنا غير في التحاليل وما كاين حتى شي فايده، والدواء اللي كيديروا لي مجهد بزاف، كنوي ضروري كنعيق سني، ولكن عيني ما كتوليش مره، خد مجهد عيني كتشوفها حتى حاجه، عيني ما كتوليش، وبالليل ما كنعسش، بالليل ما كايناش نعاس، ما كايناش كنبش فايق غاده جايه. انا كنطلب منكم تعاونوني حيت انا ما عنديش، والفلوس اللي كانوا عندي خسرتهم في التحاليل. دابا انا كنعاني من هادشي بزاف وحديتي، ووالدي حتى هما كيعانيو معايا، وتا عائلتي والناس. انا كنطلب منكم تعاونوني حيت انا مبقاش عندي الجهد نمشي للطبيب والدواء، انا خصني العمليه حيت عيني حتى ما بقاش هو عيني، يعني حالته يعني ما كتوليش مره. انا عندي الموعد نهار 19 غادي نمشي للرباط للمولاي عبد الله، و تما غادي يقولوا لي العمليه شحال، وانا كنطلب منكم تعاونوني حيت العمليه غادي تكون التكلفه ديالها غاليه بزاف، واللي بغى يعاونني عيط لي في النمره ديالي 06 08 08 79 54. الام ديال المريضه، بنتي مريضه بزاف وكتبات فايقه بالحراق بالليل، كتنعش مره، انا بغيت عدا كاشيره ديالها يشوفوا ما يديروا مع ديك العين ويساعدوها شي شويه، عينها كاع ما كتولي والدواء كيضرها بزاف، ما دارلها حتى شي حاجه، تجيها كلها تنفخت لها بزاف مره فروعاله، تبات تنعش مره بالليل. الله يرحم الوالدين، كاين شي عمليه ولا كاين شي حاجه يتعاونوا معانا.